15 من 66 كورس اتقسم لاربع اقسام بقى كل سيكل 15. طيب احنا اتكلمنا المحاضره الماضيه على الايه يعني ابتدينا نتكلم على الشابتر الثاني في الكورس بتاعنا اللي هو الفابريكيشن تكنولوجي. يعني نقدر نقول ان احنا اتكلمنا على ازاي الايه ازاي بنكون ازاي بنبني ازاي بنصنع الويفرز اللي هي المدخل الانبوت ماتيريال لتصنيع الدوائر المتكامله. وبعدين قلنا ان عمليه التصنيع مكونه من حلقات، كل حلقه هي عباره عن تحديد للاماكن اللي هعمل فيها الخطوه دي، دي بنسميها باترن ترانسفير، وبعدين بعمل الخطوه. يعني انا هكون سورس اند درين، سورس اند درينز للان موس ترانزستورز في الاماكن دي، يبقى انا لازم احدد الاماكن دي على سطح الايه؟ على سطح السيليكون. ده الباترن ترانسفير او الفوتوليثوغرافي اللي بتتعمل النهارده باي ايه؟ باي الفوتوليثوغرافي. اوكي؟ وبعد كده بنعمل بقى عمليه الدوبينج. يعني بحدد الاماكن وبعدين اعمل الدوبينج في اماكن الايه؟ سورس ودرين. وقلنا ان كل خطوات التصنيع هيبقى عندي حاجه زي 25 خطوه تصنيع من دول، 25 حلقه. بيتشبكوا مع بعض كده يكونوا البروسيس، ما يسمى الايه؟ الفابريكيشن بروسيس. ولذلك الفابريكيشن بروسيس بتاخد وقت. اوكي؟ بتاخد وقت، يعني انت بتبعت الايه؟ قلنا في نون ريكيرنج تايم، باخد ايه؟ باخد ثلاث اربع اشهر على ما ترجع لي الاي سي. فين الثلاث اربع اشهر دول؟ بيروحوا فين؟ نكون الحلقات دي، كل خطوه منهم عايزه ايه؟ عايزه شغل. اتكلمنا على الباترن ترانسفير، وقلنا ان الباترن ترانسفير لان احنا بنتكلم على دايمنشنز فيري فاين، فالباترن ترانسفير هي اهم خطوه في التصنيع، وهي اللي بتحدد الريزوليوشن بتاعه، هي اللي بتحدد هاو ايه هاو 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 سمول دايمنشنز كان يو ريك. اوكي؟ اتكلمنا عليها. اوكي؟ واتكلمنا على البوزيتيف فوتو ريزيست والنيجاتيف فوتو ريزيست والكلام ده. يعني المهم هنا انك انت تعرف ان انا بعمل الايه؟ يعني مثلا عندي بليون ترانزستور، بليون ترانزستور ده لهم سورسز اند درينز. اوكي؟ يبقى كل واحد منهم له اثنين سورس ودرين، يبقى عندك مثلا 2 بليون 10 بليون مكان للسورس والدرين بيتعاملوا مع بعض. بيتعاملوا مع بعض، دي ميزه الايه؟ الفوتوليثوغرافي، الباترن بيتنقل بالفوتونز كله مره واحده على مستوى الايه؟ على مستوى الكليب بتاعتك. اوكي؟ وبعدين بنسخ الايه؟ بنسخ يعني بماسك واحد، بماسك واحد بنقل الباترن بتاعي على الايه؟ الكليب دي. وبعدين على الكليب اللي بعدها، الكليب اللي بعدها وهكذا. انما لو تتخيل انك انت كنت هترسم كل سورس اند درين سيريالي، كانت العمليه هتبقى ايه؟ فيري فيري ايه؟ فيري فيري تايم كونسيومينج اند فيري فيري اكسبنسيف. اوكي؟ طيب. وبعدين ابتدينا نتكلم على مشكله الديفراكشن. بما ان احنا بنتكلم على فيري سمول دايمنشنز، يبقى احنا عايزين ان احنا ايه؟ ننقل باترن مكون من فيري سمول دايمنشنز. هاو سمول از سمول؟ بنتكلم على نانومترز. اوكي؟ وفي نفس الوقت الايه؟ الباترن انا بنقله كتغير في مقاومه الفوتو ريزيست لحامض معين تتغير بتاثير الضوء. اوكي؟ يبقى اذا الضوء اما بيسقط على الفوتو ريزيست بيعمل كيميكال تشينج، يغير مقاومة الحامض ده، يقللها أو يزودها حسب هي بوزيتيف ولا نيجاتيف فوتو ريزيست لحامض معين. يبقى إذا الفوتون انرجي مطلوب إن هي تبقى في رينج معين عشان تعمل هذا التفاعل. وده بيخلي الفوتونز اللي إحنا عايزينها تبقى فوتونز كورسبوندنج لحوالي 200 نانومتر. ويف لينث
يعني كنا بنستعمل من فترات طويلة لغاية سنة 2018 لغاية 3 سنين مضوا. كنا بنستعمل ويفلينس كام ويفلينس حوالي 200 نانومتر. احنا كاتبينها 193 بالظبط نانومتر. اشمعنى 193؟ اشمعنى 193 نانومتر؟ طبعا ده ليزر بيم متولد بايه؟ ده ارجون فلورايد ليزر بيم، وبالتالي ال 193 دي بتكورسبوند لسيرتن ديفرنسز في الويف لينسز بتاعت المولكيول اللي هو بتاع الارجون فلورايد. اوكي، بدا ليزنج ايه؟ ليزنج ويف لينس. يبقى انا بستعمل 193 نانومتر ليه؟ علشان هيديني طاقه تعمل الايه؟ تغير في مقاومه الايه؟ مقاومه الفوتو ريزيست للايه؟ لحامض معين بتاثير الضوء. تمام؟ قلنا لو استعملت طاقه اعلى مش هتم التفاعل، مش هيتم، او التاثير مش هيتم، لان ده الكترونيك تشينج. اوكي، ولو استعملت طاقه اكتر هتحصل مشاكل اخرى، ان الفوتون مش هيمتص في المكان اللي هو ساقط عليه، هتبقى عنده طاقه هيمتص جزء من الطاقه دي وايه، ويتولد سكندري الكترون. اسقطت مثلا فوتون ب 20 الكترون فولت، هيمتص 6 منهم والباقي ال 193 دي حوالي 6 الكترون فولت على ما اذكر، 6 الكترون فولت يقابله في الايه؟ يقابله لو دي هي الويف لينس لامدا في الفري سبيس. طبعا ممكن تحسب الايه؟ الاتش نيو او الفوتون انرجي، بتبقى في حدود 6 الكترون فولت اللي هي كورسبوندنج لتيبيكال الكترونيك ترانزيشن في المدارات بتاعه الالكترونز حوالين الذره. اوكي، قلنا ان انا عايز بالفوتون بالويف لينس ده ان الباترن 10 نانو. ده مش بس كده، ده انا من زمان بقى، من زمان، من ايه؟ من النود اللي هي كانت 250، ما 250 قريبا 250 نانو نود، كنت عايز تنقل فيتشرز 250 نانو باستعمال ويف لينس قدره 200 نانو. اوكي، واضح ان في ديفراكشن. طبعا ديفراكشن افكتس هتزداد سوءا كل ما صغر الدايمنشنز بتاعتي، يبقى عندي مشكلة شديدة. اوكي، الباترن مش هيتنقل زي ما هو، الباترن هيتنقل وليه ايه؟ وليه يعني ايه؟ ادينا مثال مثلا اهو، ده مثلا باترن وعملت له ايمج على الويفر اهو، شوف اللي حصل هنا مثلا، هنا الأماكن الضيقة اتلخبطت، الكورنرز الحادة بقت راوندد، بعض الحاجات الصغيرة اختفت. فأنا عندي مشكلة في الديفراكشن، نحلها ازاي؟ المهندسين بقى دخلوا وقالوا قالوا نعمل شوية شوية تريكس. الجماعة بتوع الفيزيكس بيقول لك عندك ديفراكشن بروبلم، يو هاف ا ريل بروبلم. الجماعة المهندسين قال لك كان ورك اراوند ات. ورك اراوند ات ازاي؟ أول حاجة قلبنا الماسك، خليناش الماسك كده، يعني خليناش الباترن فوق والضوء ساقط كده والويفر تحت، لا قلبناها كده بحيث المسافه ما بين الباترن وما بين سطح السيليكون تبقى اقل. طبعا انت لما بتسقط الضوء والماسك بتاعك هنا كده الباترنز هتبقى كبيره على الحال ده، لو قربها كده الباترنز هتبقى الديفراكشن ايرورز هتبقى اقل. اوكي، يبقى اول حاجه بقلب بقلب الماسك، مش بس كده بخليه كونتاكت ماسك، قال احطه فوق السيليكون مباشره. تاني حاجه بحط المجموعه دي في سائل دايلكتريك كونستانت بتاعه ابسلون ار، يبقى الويف لينث بتاعه هيتقسم لايه؟ هينزل لابسلون سكوير روت اوف ابسلون ار من الفري سبيس ويف لينث. في نفس الوقت الفوتون انرجي ما اتغيرتش، اللي اتغير هي السبيد اوف لايت في الايه؟ ما بين الهواء، ما بين الفراغ، وما بين الماتيريال، ما بين الايه؟ الدايلكتريك ماتيريال، الليكويد دايلكتريك ماتيريال اللي انت اللي انت استعملتها. دي بنسميها اميرشن لثوغرافي.
يبقى انت الفري سبيس ويف لينث بتاعك كان 200 مثلا 193 نانو واستعملت الماتيريال دايلكتر كونستنت بتاعها 9 يبقى هيبقى سكوير روت اوف 9 3 يبقى بدل ما انت ايه بدل ما انت شغال بابارنت ويف لينث 200 هيبقى 200 على 3 70 اوكي يبقى المشاكل بتاعت الدفراكشن المفروض ان هي تبقى ليس. المشكله الثالثه الطريقه الثالثه هي المالتي باترنينج. بص المالتي باترنينج انا سالت فيه المحاضره الماضيه يعني ايه مش واضح ولا واضح؟ نعم واضح. الفكره في المالتي باترنينج بسيطه اوكي. لو انت جيت على بص لو انا عندي باترن بهذا الشكل نفترض ان انا عندي مش باترن عندي ويف فورم اوكي ممكن نثبت لبعض ان الايه انه الباترن اللي هيتنقل على سطح الحائل هو الايه هو فورير ترانسفورم للماسك ممكن نثبت ان شكل الماسك شكل الايه الباترن اللي هيتنقل على الماسك هو فورير ترانسفورم من الايه من شكل الماسك نفسه اوكي لو وبالتالي انا همثله لك بايه بويف فورم لانك انت عارف شكل الايه الويف فورم وعارف الايه الفورير ترانسفورم. بص لو انت عندك ويف فورم بهذا الشكل اهي ويف فورم فيها تغيرات سريعه اهي تمام دي الفريكوانسي ريسبونس بتاعها عالي فيها فريكوانسي كونتنت عالي. ايه رايك دلوقتي ان انا هعملها ايه رايك ان انا هعملها ايه هكمبوزت بايه بتو ويف فورمز بهذا الشكل هون ده واحد منهم والتاني هيبقى بص دي الويف فورم دي A ودي B ده ممكن هو الاكس اور بتاع الاثنين دول لو تاخد الاكس اور بتاع الاثنين دول صفر وصفر هيبقى صفر واحد وصفر هيبقى واحد 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 هيبقى صفر وهكذا اوكي دلوقتي لو انا خدت الفورير ترانسفورم بتاع ده هيبقى الفريكونسي ريسبونس بتاعه واطي والفريكونسي ريسبونس بتاع ده واطي عادي دي الفكره
انا حاسم الباترن بتاعي بدل ما هو في رابيد تشينج اللي هي باينه هنا اهو. اوكي انا طبعا ده مشكله هنا في 2 دايمنشن، اما لو خدت 1 دايمنشن هتبقى زي دي. لو الباترن بتاعي كان عباره عن بارز كده كان هتبقى زي دي بالظبط. في الديبندنس في الايه؟ في الواي كانت كلها ديبندنس في الاكس، كان هيبقى في عندي ايه؟ فاست تشينجز في الايه؟ في الاكس، مفيش تشينجز في الواي. انا قسمتها لقسمين. قسم اهو اللي هو الازرق بماكسيمم لو فريكونسي بسمول بالماكسيمم فريكونسي او الفريكونسي بتاعته ايه؟ لو. والتاني اللي بالاحمر انترليسد بينهم. وانا قلت ان انا بعمل فوري ترانسفورم، النقله بتاعت الباترن هي الفوري ترانسفورم بتاع الايه؟ بتاع الماسك. يبقى انا اما اخد الماسك الازرق هتتنقل ايه؟ هدوء قليله ديفراكشن ايه؟ قليل، وبعدين اخد الاحمر تطلع ديفراكشن قليل ايضا، والاثنين هيتجمعوا على سطح الايه؟ على سطح الويفر. يبقى انت بالتريك دي قدرت انك انت تنقل باترن الفاريشن فيه سريعه، انقلها على خطوتين قوم الايه؟ الديفراكشن يبقى ايه؟ يبقى سمول. لا بالنسبه لو ايه؟ لو حاولت تنقل الباترن كله مره واحده. ده البرنسبل بتاع الايه؟ البرنسبل بتاع الاوبريشن بتاعتها. اوكي؟ ان الفورير ترانسفورم بتاع ده زائد الفورير ترانسفورم بتاع ده ما هوش الفورير ترانسفورم بتاع ده. لو خدت الفورير ترانسفورم بتاع ده اهو زائد الفورير ترانسفورم بتاع ده اهو ما هوش الفورير ترانسفورم بتاع الايه؟ بتاع الاكس اوفر فانكشن بتاعته. اوكي؟ في ليس ايه؟ ليس هارمونكس، ليس فريكونسي كونتنت. يبقى ادي الايه؟ ادي الباترن ده ممكن ان احنا نتمادى فيها ونعمل تريبل باترنينج. قسمت الباترن عندي الاحمر واخضر وازرق اهم، بحيث ان انا ازود المسافات، ازود المسافات. اوكي؟ يبقى بقى انت شغال بايه؟ ب 200 نانو؟ لا، تبقى دي ايه؟ المسافات اللي من المسافه ما بين الاحمر والاحمر هنا 200 نانو، 20 نانو، 30 نانو. يبقى احنا نزلنا بالويف لينس بتاعنا من 200 ل 70، وبعدين ايه؟ عملت مالتي باترنينج. يبقى انا عايز بدل مش عايز انقل 10 نانو باترن، لا انا عايز انقل 30 نانو باترن. اوكي؟ بالايه؟ بال 70. يبقى الديفراكشن افكتس ار ايه؟ ار ليس. اوكي؟ طبعا عيب الكلام ده، كل حاجه لها ميزه ولها عيب. طبعا عيب الكلام ده انه الايه؟ انه هتستعمل تو ماسكس، والماسك مكلف وبيكلف وقت وفلوس. اوكي؟ طيب التكنيك الثالث، وهي الفكره جت بالشكل ده. ادي الباترن اهو اللي انا عايز انقله، والباترن معقد وفي اماكن ضيقه وفي فيتشرز صغيره، وما نقلناه مباشرة حصل الديستورشنز اللي موجودة دي. اوكي؟ الفكرة جت الآتي: خد الباترن اللي المصمم اداهولك، الباترن اللي المهندس اللي بيعمل اي سي ديزاين اداهولك. قال لك أنا عايز الباترن بتاعي يبقى بالشكل ده، عايز الترانزستور بتاعتي تبقى بالشكل ده. اوكي؟ خدهم واعمل فيه ديستورشنز. يعني انت ايه؟ اعمل بايدك ديستورشنز بحيث ان الديستورشنز اللي انت عملتها تعاكس الديستورشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الديفراكشن. يبقى انت هتشوه اللاي اوت بتاعك بحيث ان التشوهات اللي نتجت في الباترن، اللي نتجت في الباترن ده. اوكي؟ هاخد الباترن بتاعي اهو هشوهه بالشكل ده. بص بصفة عامة الاتيتيود بقى ايه؟ مثلا حاجة صغيرة زي هنا كبرتها. يعني أنا شايف إن النقطة الصغيرة دي مش هتظهر هنا خالص، اختفت. فأنا عارف إن هي هتكبر هتتاكل أطرافها، فكبرتها بحيث إن أنا إيه؟ أقدر أسترجعها تاني هنا تظهر تاني. الأماكن اللي هي الضيقة دي زود المسافات اللي فيها، وبالتالي جيت هنا رحت واكل إيه؟ رحت واكل جزء من الإجر. بحيث ان انا كبرت المسافه اللي هي ايه؟
اللي هي الضيقه قوي زودتها عشان الفراكشن عشان اوجد تشوهات في اللي اوت تبقى عكس الايه التشوهات اللي هيعملها الديفراكشن وبالتالي يعادلوا بعض في النت باترن اللي اتنقل لسطح السيليكون. العمليه دي بنسميها الابروتش ده بنسميه اوبتيكال بروكسيميتي كوركشن. اوبتيكال بروكسيميتي كوركشن اوكي. مين اللي بيعمله؟ مين اللي بيعمل الاوبتيكال بروكسيميتي كوركشن؟ انا كمصمم؟ لا، المصنع بياخد منك الماسك زي ما هو كده اهو وبيدخله لايه؟ بيدخله لبرامج بتعمل الاو بي سي، برامج كبيره بتعمل الايه؟ الاو بي سي. والبرامج دي تيبيكالي بتبقى اتريتيف، يعني مش بتديله اللي اوت يطلع لك الايه؟ ادي اللي اوت الاصلي اهو، بعد ما مررته على الاو بي سي، بعد ما عملت له او بي سي ديستورشن اوبتيكال كوركشن، بعد ما عملت له كوركشن سميها كوركشن بقى شكله كده. العمليه دي بتاخد وقت برضو على الايه؟ على البرنامج ده، وبتبقى ايه؟ بتبقى اتريتيف، از نوت 1 زائد 1 يساوي 2. اوكي؟ ده دلوقتي لو ده هو الاوبتيمم كوركشن اللي انا عملته، لو خدته عملت له ايه؟ عملت له نقلته للايه؟ بالديفراكشن، هيبقى الديفراكشن افكتس اهي على ده ادتني ده. بص الاثنين دول قريبين من بعض، ده اقرب لده من ده. اوكي؟ ده الاوبتيكال بروكسيميتي كوركشن. الاوبتيكال بروكسيميتي كوركشن از ا سب كلاس، جزء كلاس سب كلاس من تكنيكس عام بنسميها ريزوليوشن انهانسمنت تكنيكس، ريت. ريزوليوشن انهانسمنت تكنيكس. اوكي؟ هل التكنيكس اللي انا بعمل كونتاكت ماسك وإميرشن ليثوغرافي ومالتي باترنينج وريد تكنيكس لازم استعمل واحد واحد؟ لا، ممكن استعمل ايه؟ ممكن استعملهم كلهم مع بعض. ليه؟ لان انا عندي مشكله ديفراكشن حاده. اوكي؟ وممكن استعملهم كلهم مع بعض علشان ايه؟ يساعدوني في التغلب على الديفراكشن الكبير اللي هيظهر لو استعملت 200 نانو ويف لينس علشان تنقل 10 نانو باترن. اوكي؟ طبعا الحل اللي ايه الدايركت لمشكله الديفراكشن هي ايه؟ انت عايز تنقل باترن؟ فاين، استعمل ويف لينس. فاين، عايز تنقل 10 نانو، عايز تنقل 10 نانو باترن، استعمل ايه؟ ويف لينس صغير مش 200، استعمل مثلا هم بيستعملوا حاليا 14. بس لما تستعمل 14 نانو، لما تستعمل 14 نانو ايه اللي هيحصل؟ ويف لينس الفوتون انرجي هتعلى جامد. اوكي؟ يعني لو انت تستعمل هنا هم بيستعملوا حقيقه 13.5، اشمعنى الارقام الغريبه دي؟ لان زي ما قلنا دي ليزر ايه؟ ليزنج فريكونسيز. اوكي؟ ليزنج فريكونسيز في ما بين ايه؟ ماتيريالز. يعني الالترا فايولت ده بيبقى ايه؟ الجنريتور بتاعه او السورس بتاعه بيبقى عباره عن ليزر. وبالتالي مش ما عندكش 13.5 و13.55 و13.7، لا انا عندي ديسكريت فاليوز حسب الايه؟ الاتوميك ليفلز اللي موجوده في الايه؟ في الليزرز اللي موجوده عندي. اخد الكلام ده هنا واحطه في الانرجي اتش سي اوفر لامدا، هيطلع ان 13.5 نانو دي بتديني 92 الكترون. ال 92 الكترون فولت دول ده فوتون قوي جدا. قوي جدا لدرجه ان هو لو مر في الهواء كده هيقينه. يعني لو جبت الليزر ده مررته في الهواء اللي احنا قاعدين فيه ده هيقين الهواء. اوكي؟ يبقى اذا طبعا هيقين الهواء يبقى هيبقى ابزورد. يبقى المكنه كلها بتاعت الفوتوليثوغرافي لازم تكون في غرفه مفرغه. في فاكيوم. اوكي؟ يبقى دي اول مشكله، يبقى ده لازم يورك ان ايه؟ ان فاكيوم. ثانيا عايز باورفول سورسز.
لان الانرجي بير فوتون عاليه. اوكي. ثالثا عندي المشكله بتاعه الايه فوتو ريزيست. الفوتو ريزيست اللي عندي كانت ايه، كان بيحصل التغيرات اللي فيها ب 6 الكترون فولت ولا ايه ولا سامثينج لايك ذس. انا عندي دلوقتي ايه فيري باورفول فوتون. الفيري باورفول فوتون ده لو سقط على الفوتو ريزيست القديم اللي عندي ده هيمتص على ايه، على ماني تايمز، يمتص مثلا على 15 مره. يبقى هيعمل ايه، هيسقط يمتص هنا تحت الايه، تحت الفتحه دي، وبعدين يتولد الكترون يمشي بقى في اي اتجاه انا مش عارف، يمتص تاني هنا وتالت هنا ورابع هنا وخامس هنا. مش هنقول لك الباترن بالظبط، كان في ضروره ان احنا ايه نكتشف انواع او نصنع انواع جديده من الفوتو ريزيست مناسبه للفوتون انرجيز العاليه دي. الالترا فايولت دي بنسميها اكستريم الترا فايولت اي يو في. اوكي. وحاليا دي دخلت التصنيع سنه 2018 على 7 نانو نوت، اللي بتعملها شركه واحده في العالم. الشركه دي شركه ايه، شركه اوروبيه، انا مش متاكد هي في هولندا ولا في النمسا ولا في المانيا. هي مش في المانيا، هي غالبا في هولندا. هي اسمها اس اي ام ال، اي اي اس ام ال الشركه دي اسمها كده. الشركه دي قاعده تيجي 10 سنين تحاول ان هي تنفذ الجهاز ده. كانت انتل مشاركة في رأس المال الشركة. انتل نفسها يأست وقالت لا مش هنهتم بالاي يو في، الاي يو في مش هيشتغل، وانسحبت من الشركة. ودول قعدوا يشتغلوا 10 سنين، عملوا 1000 باتنت، 1000 براءة اختراع، وطلعوا الجهاز بتاعهم في الآخر. اشترته منهم التي اس ام سي والسامسونج، وسبقوا انتل بسنتين. وبالتالي انتل النهارده متاخره عن الايه، عن التايوان وعن الايه وعن كوريا الجنوبيه في التصنيع، نتيجه لقرار خاطئ خدوه الاداره بتاعتهم. الاداره بتاعت شركه كبيره زي انتل خدت قرار خاطئ بان الاي او في ده مش ميؤوس منه. كلفها ايه ده؟ كلفها مبالغ ضخمه جدا جدا. اتأخر ترتيبهم. اوكي. اتأخر ترتيبهم، ودي معناها لها نتائج خطيرة جدا على الاقتصاد الامريكي وعلى السياسة حتى العالمية. طبعا الدول دي حياتها هي الصناعة دي. بايدن لسه مدي انتل، مدي الشركات الامريكية علشان تعيد التصنيع على التكنولوجي نودز اللي هي 7 نانو و5 نانو و3 نانو، وحتى ابتدوا يتكلموا على انجستروم، ابتدوا يتكلموا على 20 انجستروم وايه وحاجات بالشكل ده. انا قلت لكم قبل كده ان الارقام دي مش فيزيكال دايمنشنز، اوكي، وانما هي اف اي وير سكيلينج ديستانسز لايك بيفور كان هتبقى كده. اوكي. ادهم 52 بليون دولار علشان يلحقوا يصلحوا الغلطه بتاعتهم. ما ادهاش انتل بس، ده الايه؟ انما انتل نفسها بتبني مصانع ب 44 بليون دولار. منهم مصنع في اسرائيل. بيبنوا مصنع 3 نانو في اسرائيل ب 10 بليون دولار. اوكي. شوف الـ شوف الـ شوف هم ايه، هم واعيين قد ايه لاهميه الكلام ده. اوكي. طيب احنا كده خلصنا الايه، خلصنا الايه الفوتوليثوغرافي. اوكي. عايزين قبل ما نخرج من الايه من الفوتوليثوغرافي نتكلم على الهدف الرئيسي من الشابتر ده، ان انا اقول لك جمله واحده. اوكي. اثناء عمليات التصنيع بتحصل ايرورز، بيحصل ديفيشن، الباترن اللي انت عايز تنقله ما تنقلش صح.
ما اتنقلش 100% كوريكت، حصلت فيه ايه؟ اخطاء. اوكي، الاخطاء دي سببها ايه؟ يبقى الايه؟ المصنع البروسيس اللي بنقل البروسيس اللي بنفذ بيها الدايره بتاعتي ما هياش بروسيس دقيقه. خلي بالك، الريزوليوشن شيء والدقه شيء، الاكيوريسي شيء والايه والريزوليوشن شيء. لو انت عندك اميتر، لو عندك اميتر وبتقيس 1 فولت، بتقول الاميتر ده بيقيس ايه، او الافوميتر ده بيقيس ايه، الافوميتر ده بيقيس 1 ملي فولت، يبقى هو قادر ان هو يريزولف 1 ملي فولت، انما الدقه بتاعته قد ايه؟ الساعه بتاعتك بتقدر تريزولف 1 سكند، انما هي بتغلط قد ايه؟ هقول لك، هي بتدريفت مثلا ايه؟ كل يوم 10 ثواني. فدي اكيوريسي. انما هي بتريزولف 1 سكند؟ بتريزولف 1 سكند. بس الاكيوريسي اوف سمثينج ايلس. يبقى البروسيس بتاعتي ايه؟ فيها inaccuracies. الانكريسز اللي ظهرت او الانكريسز اللي حصلت في التصنيع في الخطوه بتاعت الباترن ترانسفير، قولها لي كده بقى. في الباترن ترانسفير بس في انكريسز بتتم في خطوات التصنيع لسه ما اتكلمناش عليها، وفي انكريسز حصلت اثناء التصنيع. اولا في الديفراكشن، في ديفراكشن اتكلمنا عن ديفراكشن كتير. يبقى ايه؟ في عندي ديفراكشن. ايه تاني؟ بصوا بقى، انا اديتكم فيلم والمفروض ان احنا بصينا عليه. هل بصينا عليه؟ فيلم للتصنيع بصينا عليه؟ كم واحد بص عليه؟ احنا مش بنحاسب حد، انا بس عايز اتابع معاكم. نسينا بس مش اكتر. نعم؟ نسينا بس مش اكتر. اه. اللي هو كان في اول السلايد صح؟ نعم؟ اللي هو كان في اول السلايد دي. اللي كان في في الفوت نوت اللي في اول سلايد. حد بص عليه؟ رفعته لهم يا مصطفى؟ رفعت لهم؟ نعم؟ اللينك موجود، وهو موجود موجود على الـ على الايه؟ على السايت اللي انا رفعته لك، يا ريت نبص عليه. اكيد لقيت، اكيد بصيت على اي فيلم من افلام الايه؟ من افلام صناعه السيمي كوندكتور، بتلاقي الايه؟ بيقول لك كلين روم، لازم يكون في عندك كلين روم. لازم يكون في عندنا كلين روم. هاو كلين از كلين. تخيل بقى انك انت بتصنع شيب ب 10 نانو ووقعت عليها ذره غبار. وقعت عليها ذره غبار. الجو بتاعنا ده مليان غبار. وقع الغبار ده طبعا غير مرئي، احنا مش شايفينه بعيننا. البارتكل بتاعته ايه؟ يعني البارتكل بتاع ذره الغبار دي بتبقى حجمها قد ايه؟ ممكن تكون 100 مايكرون اور ليس. لو هي اكبر من كده هتشوفها بعينك. 100 مايكرون ده اللي هو ايه؟ 100 مايكرون اللي هو 0.1 ملي. اوكي؟ ده كده مش هتشوفه بعينك. تخيل بقى ان حتى 10 مايكرون يعني ذره دست، ذره غبار وقعت على التشيب دي اللي هي 10 نانو، ذره غبار 10 مايكرون وقعت على باترن 10 نانو. ده ايه ده بقى؟ ده جبل وقع، جبل وقع فوق التشيب. يبقى اذا ايه؟ في عندي هنا مشكله ايه؟ طبعا ده هيدمر لك الاي سي.
طيب شكرا جزيلا. يبقى في هنا عندي داست بارتكلز، يبقى هنا لازم ايه؟ لازم يكون في عندي ما يسمى كلين روم. الكلين روم دي تيبيكالي بتبقى انضف 10,000 مرة من غرفة العمليات بتاعت الايه؟ بتاعت الاطباء. انت ما يعني لو لا قدر الله يعني او لو دخلت لو حد لو دخل لو شفت دخلت غرفة عمليات في المستشفى طبعا غرفة العمليات لازم تكون معقمة ونظيفة، ومطلوب هنا في التصنيع تكون 10,000 مرة or more clean. clean يعني ايه؟ يعني number of dust particles per unit volume اقل 10,000 مرة من اللي موجود في غرفة عمليات طبية. اوكي؟ وبالتالي لازم الناس ممنوع انك انت مثلا ايه تلمس حاجة بايدك، لان ايدك دي مليانة ايه؟ مليانة ذرات غبار ومليانة صوديوم وكالسيوم. ممنوع تستعمل ازاز، لان الازاز ده مليان ايه؟ مليان صوديوم وكالسيوم وحاجات بالشكل ده، والحاجات دي هتؤثر بشده على الايه؟ على السيليكون. يبقى احنا لازم نستعمل كلين روم، ولازم النمبر اوف داست بارتكلز بير يونت فوليوم تبقى ايه؟ تبقى سمول اس بوسيبل، فيري سمول. وبالتالي هتلاقي الناس العاملين جوه المصنع لابسين شكرا شكرا لابسين بدل. البدل دي المفروض ان هي ما بتخرجش من غرفة الايه؟ من غرف التصنيع. بيلبسها وهو داخل، بيعقم نفسه ويمر على اير شاور، بيقلع الايه؟ بيقلع الحذاء بتاعه، بيلبس جوانتيات، بيلبس الايه؟ بيلبس البدلة دي، وبعدين بياخد ايه؟ بيمر على اير شاور. يعني ايه اير شاور؟ يعني يمر على غرفة فيها هواء نقي يمر عليه، يمر خلاله كده علشان لو فيه ايه اي ذرات تراب ولا حاجه زي كده ايه تتشن عليه. وبعدين يخش غرفه الايه؟ غرف التصنيع. ممنوع ان التنفس بتاعه ممنوع يتنفس في الغرفه كده، لازم يكون مغطي وشه بالكامل. طيب ايه كمان؟ هل في ايرورز ثانيه؟ هل في ايرورز تانية؟ انا اتكلمت على نقل الباترن على ماسك واحد. هل انا بنقل الباترن على ماسك على ماسك واحد؟ احنا قلنا عندي 25 ماسك، 30 ماسك. لو بتعمل دبل باترنينج هتبقى ايه؟ نمبر اوف ماسكس بتوعك هيزيدوا. طيب بصوا بقى المشكله الاتيه. انت عايز تنقل السورس والدرين بتاع الايه؟ بتاع الترانزستور ده، السورس وده الدرين اهم. اوكي؟ وبعدين عايز تعمل لهم كونتاكتس، يبقى ده الماسك اللي جاي، يبقى عايز اعمل كونتاكت، يبقى في كونتاكت هنا وكونتاكت هنا. اوكي؟ يبقى الاماكن اللي انا عايز افتحها هنا علشان اعمل فيها كونتاكت لازم تكون ايه؟ دقيقة في وضعها بالنسبة لدي. تخيل بقى انك انت جيت تعمل الماسك التاني ده، الفتحة اللي هنا اللي هعمل بيها كونتاكت، بدل ما احطها هنا حطيتها هنا. هي بقى. اوكي؟ يبقى في عن طب انت بتعمل التو ماسكس مع بعض؟ لا، ده انا بحط الماسك الاولاني. اوكي؟ واعمل الديفيوجن مثلا سورس هاندرين ديفيوجن، كون سورس هاندرين، وبعدين اشيله. وبعدين اجيب الماسك تاني اعمل فيه الفتحات اللي اللي حملاها بالايه؟ بالميتال، اللي هديبوزيت عليها ميتال علشان اعمل الايه؟ الكونتاكتس بتاعتي. ايه اللي يضمن لك بقى ان التو ماسكس ار الاين بالنسبه لبعض بدقه؟ والدقه دي زي الدقه بتاعت الايه؟ الدقه بتاعت التصنيع. يبقى انا عندي مشكله هنا اللي هي الايه؟ الماسك مس الاين.
اوكي. ازاي الاين الماسك الاولاني؟ الماسك الاولاني نقل لي باترن على السيليكون، والماسك الثاني عايز ان انا اظبط وضعه بحيث يبقى الاين مع الماسك الاولاني وبدقه. اللي بيحصل طبعا تيبيكالي بنعمل ايه؟ ادي الايه؟ ادي الماسك الاولاني اهو، ده الماسك الاولاني، باجي على اطرافه واعمل باترنز مخصوصه بنسميها الاينمنت ماركس. يعني ايه؟ يعني حاجه هنا مثلا اروح حاطط ايه؟ الاينمنت ماركس بالشكل ده. الاربع كوربس او مربعات او اي او نجمه او واتيفر. اوكي؟ بحيث دي المفروض ان هي هتتنقل للايه؟ للسيليكون. هل دي حاجه في الدايره؟ لا، دي مش حاجه في الدايره. ده مجرد الاينمنت مارك بتظبط لي. اما اجي بالماسك الثاني بقى ابص على الايه؟ من تحت من خلال الميكروسكوب، وانا بقى الاين الماسك الثاني على سطح السيليكون اظبط الماركس دي. الماركس دي هتبقى موجوده فين؟ موجوده في كل الماسكس في نفس المكان. اما اجيب الماسك الثاني احطه فوق السيليكون، السيليكون ويفر عليها البرنت بتاع الايه؟ بتاع الالاينمنت ماركس دي. دي الالاينمنت ماركس. واظبطهم ايه؟ واظبطهم بحيث الاربعه ايه؟ يكونوا ايه؟ يكونوا مظبوطين. ما ينفعش طبعا تظبط واحد. ما ينفعش تظبط ايه؟ تظبط واحد. لازم تظبط الايه؟ الاربعه. تمام؟ هل العمليه دي العمليه بتعملها ايه؟ يعني بتعملها اوبتيكالي قبل ما ايه؟ قبل ما تعرض السيليكون للباترن الثاني، قبل ما تعمل الباترن ترانسفير بتاع الماسك الثاني. والتالت مع التاني والرابع مع الايه؟ التالت وهكذا. اوكي؟ العمليه دي بتتم بيرفكت؟ مفيش حاجه بتتم بيرفكت، حاجه اسمها بيرفكت. فيها اخطاء؟ فيها اخطاء. اسمها ايه؟ اسمها ماسك ميس الاينمنت. ماسك ميس الاينمنت. يبقى انت لما تيجي مثلا عايز انك انت ده السورس اهو، وانت عايز تحط جواه كونتاكت هنا كده مثلا، في الحقيقه مش هتبقى هنا بعد التصنيع. مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى هنا، وانما ممكن تلاقيها ايه؟ اتنقلت هنا نتيجه لايه؟ نتيجه لميس الاينمنت. تمام؟ طبعا الايرورز دي بتتفاقم. يعني بتتفاقم؟ يعني الميس الاينمنت ايرورز ما بين الماسك 1 و 2 هتبقى سمول، ما بين 1 و 3 هيبقى تراكم الايرورز بتاعت 1 ل 2 و 2 ل 3. طيب 1 ل 25، وذلك اللي بيحصل ايه؟ ان الايرورز دي يعني ما بين اللايرز الاخرانيه، اللايرز الاخرانيه هتبقى فيها ايرورز كبيره، وبالتالي الفيتشرز بتاعه الايه؟ اللاي اوت بتاعك على الايه؟ على اللايرز الاخرانيه تيبيكالي بتبقى اكبر بكتير من اللي موجوده على لاير 1 ولاير 2 نتيجه لتراكم الايه؟ الماسك ميس الاينمنت ايرورز. اتفضل. ايوه. طب وانا حطيت اكتر من ماسك، كل مره انا بعمل الاينمنت على الويفر نفسها، اللي خلي بيرز. انت دلوقتي جيت على الايه؟ على في اللير الاولانيه عملت مثلا سيليكون دايوكسيد وفتحت في الفتحات دي. تمام؟ ده الايه؟ السيليكون بعد الايه؟ بعد الماسك الاولاني بقت في فتحات بالايه؟ بالشكل ده.
جبت الماسك الثاني لسه ما عملتش باترن ترانسفير، جبت الماسك الثاني، الماسك الثاني فيه رسمه زي دي في نفس المكان، بظبط الرسمه اللي في الماسك على الرسمه اللي في السيليكون دايوكسيد بتاع الماسك الاولاني، تمام؟ بعدين بعمل خطوه التصنيع بتاعتي، اوكي؟ بعمل خطوه التصنيع بتاعتي، مثلا بحط ايه؟ بحط ميتال لاير، اوكي؟ وبعدين بغطي ايه؟ بغطي الميتال لاير بايه؟ بسيليكون دايوكسيد، احط فيه فتحات تانية، اوكي؟ انا مش بقلاين، مش بقلاين للايه؟ للفتحات اللي انا عملتها في اللاير الاولانيه، لانه انا بعد ما ايه؟ بعد ما عملت خطوات التصنيع عملت سورس ودرين وبعدين حطيت ايه؟ حطيت ميتال على كل كليب. اوكي؟ فالالاينمنت ماركس دي اللي كانت وظيفتها ان هي تالاين الماسك، الماسك اتنين للايه؟ للطبعه بتاعت ماسك واحد على السيليكون، خلاص انتهت. هاجي بقى للايه؟ للماسك اتنين مع الماسك ثلاثه. الماسك اتنين هبقى ايه؟ طبعه الالاينمنت ماركس اللي فيه اللي هي نفس الالاينمنت ماركس الموجوده في ماسك واحد، بس طبعتها من جديد على سطح السيليكون، وما اجي استعمل الماسك ثلاثه اونلاين لها من جديد، وهكذا. فهي خطوه 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 خطوه. نقدر نمثلها، امثلها لك بانك بتبني بيت وبتطلع بالعواميد، اوكي؟ وانت واخد العواميد بتاعه الدور الثاني، بتالاينمنت لمين؟ بتالاينمنت للايه؟ للحديد اللي طالع من العمود بتاع الدور الاولاني. رميت السقف بتاع الدور الثاني، طالع الحديد بتاع الايه؟ بتاع الدور الثاني. بتيجي بقى ايه؟ يجي الراجل اللي هو النجار المسلح ده اللي بتاع الخرسانه، ايه؟ يظبط العمود بتاع الدور الثالث او الدور الثاني على الايه؟ على العمود بتاع الدور الاولاني، وهكذا لغايه ما اطلع لفوق خالص. مفيش عندي حل تاني، اعمل ايه يعني؟ نعم؟ احنا قلنا يا باشمهندس، اوكي؟ احنا قلنا انت ادي سورس، ده سورس. نعم؟ ده سورس، وانا عايز السورس ده، عايز السورس ده، استعمل استعمل المايك ولا ايه؟ استعمل ايه؟ نستعمل الماوس. عايز اعمل فتحه او خليها ايه؟ اهو ده الايه؟ السورس. عايز ايه؟ اعمل فيه فتحه اهي، دي الفتحه دي اللي ايه؟ اللي حقي ايه؟ عاملاها معدن علشان توصل للايه؟ السورس ده المفروض ان هو ان بلس ماسك. عايز افتح فتحه هنا اعملها معدن تعمل كونتاكت للايه؟ لان بلس، يبقى ده الطرف الايه؟ طرف السورس ده، تمام؟ انت طبعا ما تقدرش انك انت تعمل عمليه الايه؟ عمليه الديفيوجن مع عمليه الايه؟ الكونتاكت مع بعض، وانا عندي كم واحده من دول بالظبط. زي ما تقدرش تبني الايه؟ ما تقدرش تبني مبنى 25 دور، تبني ال 25 دور مع بعض ازاي؟ تبنيهم ازاي؟ اوكي؟ انا برمي السقف الدور الاول، وبعدين سقف الدور الثاني، وسقف الدور الثالث، وهكذا خطوه خطوه. اوكي؟ فدي لايرز تحط فوق بعضها، ولازم ان هي تبقى ايه؟ الاين مع بعضها. ما ينفعش ان انا احط دي هنا كده ولا احطها هنا، مصيبه. صح، هما ده اللي انا بعمله، ده اللي لا انا بصنع ده، اوكي؟ وبعدين عايز اصنع، بصنع سورس ودرين، يعني الاماكن دي المكان ده خليته دوبد ان بلس، فده بقى السورس بتاع ترانزستور رقم 500، اوكي؟ عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له كونتاكت، عايز احط له ايه؟ عايز احط له سورس هنا، عايز افتح فتحه وايه؟ واصب فيها معدن ومن ميتال كابر ولا الومنيوم،
وايه يبقى ده الحقيبه التوصيله بتاعت الايه بتاعت السورس. يبقى في مكان تاني جديد اهو اللي هو ده فتحه بالدايمنشنز دي لازم تتفتح لازم تتنقل في باترن جديد. اوكي هو انت لازم توصل كل السورسز والدرينز تعمل لهم فتحات؟ مين اللي قال كده؟ مش لازم. اوكي مين اللي قال كده؟ ممكن ان انا ابني مثلا تو انبوت ناند جيت ادي الان نتورك بتاعتها اهي ادي الان نتورك اهو اهو الايه السورس والدرين دول مع بعض ايه واصلين مع بعض يبقى هيبقى الريجون ده كله سورس ودرين بتاع الايه بتاع التو ترانزستورز دول وده الايه ده اللي هاخد منه توصيله وده اللي هاخد منه ايه توصيله. اوكي يبقى انا لازم ان انا انقل الباترن بتاع التوصيلات اللي انا عايز اعملها ايه ده هيبقى ايه ماسك تاني ماسك تاني الماسك التاني ده لازم يكون الاين للماسك الاولاني عشان الفتحه دي تيجي تقع هنا تقع هنا في الوسط مظبوط اهي اهي زي هنا كده اهي ممكن اتقبل اخطاء بالشكل ده ما اتقبلش ان المربع الاخضر ده يخرج بره ولا يتقاطع مع الايه مع حدود الايه السورس درين بتاعي تمام ايوه اتفضل بص يا باشمهندس انا صنعت ده اوكي واستعملت الالاينمنت ماسكس عشان اظبطهم مع بعض بس حصل مس الاينمنت ماسك مس الاينمنت ماسك مس الاينمنت ومن الايه بدل الفتحه ما تيجي هنا في النص بالظبط جت شفتت هنا اهو بالشكل ده اوكي طيب دلوقتي عايز ان انا اعمل ايه عايز اعمل باترنينج وبعدين جيت رحت مغطي الكلام ده كله بالايه بمعدن بمعدن سائل ملا الفتحات دي دلوقتي سطح الايه الويفر بتاعي بقى مليان كله معدن هاجي ايه اعمل باترن جديد علشان عايز اعمل باترن جديد علشان اعمل توصيله انا اخرج بواير كده مثلا اهو اهو انا هشيل الايه هشيل المعدن من جميع الاماكن ما عدا ده كان سطح المعدن كله سطح الويفر كان كله ايه مليان ميتال بس انا هشيل زي ما بعمل في البي سي بي بشيل الميتال من الاماكن اللي انا مش عايزها اتفضل التراكات اللي انا عايزها تمام طيب ايه اللي حصل في الميكروفون ده نعم ممكن ايه ممكن بس افضل ان انا استعمله عشان ما ارفعش صوتي بس فهيبقى حاجه بالشكل ده اوكي ده هيبقى فيه اخطاء لازم ده هيبقى فيه اخطاء بالنسبه للاخضر والاخضر فيه اخطاء بالنسبه للاحمر الاخطاء دي بتكنسل بعضها ولا بتضاف لبعضها ما اعرفش ما اعرفش ايه اللي يضمن لك ان هي بتكنسل بعضها؟ يعني ايه اللي يضمن لك ان الايه؟ ان الماسك الازرق ده الماسك الاخضر اتحرك كده. طب والماسك الازرق هيتحرك معاه؟ لا دي ايه؟ دي الاينمنت ستيب عملتها ما بين الماسك 2 و3 مالهاش دعوه بالالاينمنت ستيب بتاعت ماسك ايه؟ 1 و2 راندوم ايرورز ان ريليتد. يبقى اذا الاخطاء ما بين الازرق والاحمر هتبقى كبيره. لانها تراكم خطأين. ماشي الحال؟ بالظبط زي ما تكون بتعمل عمليتين طرح ورا بعض. تطرح A من B يبقى في A
ايرور، اوكي، والناتج تطرحه من سي هيبقى فيه ايه ايرور تاني، والماكسيمم ايرور اللي عندك هو الاكيوميشن في الورست كيس ما بين تو ايرورز. طيب نيجي بقى للايه، يعني احنا ملخص الكلام ان انا في عمليه التصنيع اللي عندي فيها ايرورز، بعضها ايرورز سيء جدا زي مثلا داست بارتكلز، اوكي، المصنع بعد ما بيصنع الكيبس بتاعته بيبص بالعين على الايه، على الويفرز تحت الميكروسكوب، هيشوف الداست بارتكلز، هيشوف كيبس عليها داست بارتكلز، كيبس باظت اثناء التصنيع هتبان، لان قلنا زي جبل وقع على الايه، هيمارك الايه الاي سيز دي بان هي ايه فولتي اي سيز ويرميها. بيرمي تيبيكالي قد ايه؟ بيرمي تيبيكالي 20% 15% 10% something like this. يعني الكليبس اللي بتطلع من الويفر مش بتبقى كلها صالحة. لا، عندي حاجة اسمها اليلد. اليلد بيساوي number of working ICs في الويفر يعني على التوتال number of ICs. عندك الويفر عليها 10,000 كيب، 80% منهم صالحين، يبقى في 2000 بايظين. هيروحوا فين الـ2000 دول؟ هاخدهم يرميهم تاني، يعمل يدخلهم تاني لتصنيع الايه؟ لتصنيع ويفرز جديده. هرميهم في السيليكون مولت، سيليكون ايه؟ سيليكون السيليكون المنصهر علشان يعمل منهم انجوت ايه؟ انجوت جديده. اوكي؟ طيب نخش دلوقتي بالايه؟ احنا قلنا ان احنا عندنا الحلقه بتاعتنا اهي، دي الحلقه بتاعتنا. هنيجي دلوقتي للفابريكيشن ستيب. انا ببص لكل حلقه لوحدها. فابريكيشن ستيب عندي اربع انواع من الفابريكيشن ستيبس، اربع انواع. اوكي، اوكسيديشن ودوبينج وديبوزيشن واكشن، هنتكلم عليها. اوكي، الاوكسيديشن احنا بنتكلم اوكسيديشن هنا بيعني ثيرمال اوكسيديشن، يعني هعرض سطح السيليكون بتاع الويفر هعرضه للاكسجين عن درجه حراره عاليه وميتاكسد كون اوكسايد، ده اسمه ثيرمال اوكسايد. في طرق اخرى علشان ابني انسوليتور سيليكون دايوكسايد على سطح الويفر هنتعرض لها. الـ SiO2 اللي هو الانسوليتور ده one of the best insulators اللي موجودة في الدنيا، اوكي، من احسن انواع الانسوليتورز اللي موجودة في الدنيا، وبالتالي بقدر اصنع بيه جيتس النهاردة السمك بتاعها مثلا ايه 20 انجستروم او 30 انجستروم، 20 انجستروم او ايه او 30 انجستروم، very thin gates، انما بتستحمل الابلايد فولتج اللي هو مثلا 1 فولت على حاجه مثلا زي 30 انجستروم اللي هي ايه، 30 انجستروم اللي هي 30 انجستروم اللي هي 3 نانو. اوكي، بص احسب الالكتريك فيلد بقى اللي موجود ما بين الجيت وما بين الشانل، هيبقى عبارة عن ايه 1 فولت على 3 نانو، الانجستروم 10 اس ناقص 10 متر، والايه والنانو 10 اس ناقص 9. تمام، يبقى السيليكون دايوكسيد ده از وان اوف ذا بيست انسوليتورز، بنستعمله للجيت اوكسايد اللي هو ما بين الجيت وما بين الشانل. اوكي، ده البيست كواليتي، ده اللي بنسميه السين اوكسايد، سين اوكسايد فور ذا جيت. وبنستعمل ايضا اوكسايد سميك علشان ايه اعمل التوصيلات بتاعتي وما بين الايه الميتال لايرز المختلفه وبعضها.
يبقى إذن عندي إيه؟ عندي ما يسمى سين أوكسايد وعندي ما يسمى سيك أوكسايد. هاو سين السين؟ قلنا السيكنس بتاع إيه؟ بتاع الأوكسايد اللي موجود عندي النهاردة في حدود 30 أنجستروم. وهعدل الكلام بتاعي ده في الشابتر الأخراني من الكورس. أوكي؟ هعدل الكلام بتاعي ده في الشابتر الأخراني من الإيه؟ من الكورس. تمام. انا قلت لكم محاضره ماضيه انه الانتي فيوز ده اختراع مصر. حد قال لكم ان الموس ترانزستور اختراع مصري؟ نعم. اوكي. اللي اخترع الايه اول واحد صنع الموس ترانزستور اللي هو عطله. عطلة كان شغال في البيل لابز وهو اول واحد قدر ان هو يصنع الايه الموس ترانزستور سنة 1961. هو خريج هذه الكلية. هو خريج هذه الكلية. تمام. ايه اللي قدر يعمله عطلة؟ قدر يصنع جيت اوكسايد كويس. قدر يصنع سين اوكسايد كويس. ده كان الكونتريبيوشن بتاعه. اوكي. الفكرة بتاع الموس ترانزستور كان معروفة من العشرينات 1926. اوكي. وقعد حوالي 35 سنة على ما ايه على ما قدروا يصنعوا. واضح ان هي كانت ايه مشكلة شديدة وهي كانت مشكلة شديدة لغاية ما قدر السيد عطلة ان هو ايه يحل هذه الايه حل هذه المشكلة. ده الايه السيك اوكسايد اللي هو بيستعمل فور ايزوليشن وبريفنت ستريت شانلز. اوكي. يبقى انا عندي نوعين من السين اوكسايد. سين اوكسايد وايه وسيك اوكسايد. اوكي. هنبص ازاي بنصنعها. اوكي. بص معايا ادي الفورم بتاعك على اليمين اهو. شايف ايه اللي موجود هنا؟ في عندي قارب اهو بنسميه بوت اهو. البوت ده راكبه فيه الويفرز. شايف الويفرز دي؟ مجموعه الويفرز. قارب مشقب وبتسقط الويفرز اللي فيه. ممكن تحط كام ويفر؟ تيبيكالي بنحط حاجه زي 10 20 ويفر بنصنعهم مع بعض. يبقى اذا البوت بيبقى فيه ايه 10 20 ويفر حاجه زي كده. كل ويفر مثلا تيبيكالي عليها 10,000 اي سي ولا حاجه بالشكل ده. يبقى انت بتصنع مين مع بعض؟ بتصنع حاجه زي ايه 100,000 اي سي مع بعض. باتش بروسيسنج بالجمله تصنعهم بالجمله. خطوات التصنيع بتتم على ايه على حاجه زي 10 20 ويفر مع بعض بالجمله. في بعض خطوات التصنيع زي مثلا الخلايا الشمسيه ممكن بيبقى في عندنا بوتس كبيره قارب كبير احط فيه 100 ويفر و200 ويفر صنعهم مع بعض. اذا كانت التكنولوجي اللي انا ايه اللي انا بستعملها تكنولوجي بسيطه. اوكي. انما في الاي سيز بعمل الايه وزي ما انت شايف الفرن من جوه اهو زي هوت. اوكي. هاو هوت از هوت. اوكي. في عندي نوعين من الايه قلنا نوعين من الايه من الاوكسايد سين اوكسايد والايه والسيك اوكسايد. السيك اوكسايد بنعمله باي اوكسيديشن ان ايه ان اوكسيديشن ان يعني في ايه في وجود بخار ماء. يعني بيبقى في بخار ماء موجود في الايه في الفرن. اوكي. موجود H2O وبرفع درجه حراره الايه الغرفة او الفرن لحاجة زي 1000 ديجري سي. الاوكسايد بينمو بسرعة بس الكواليتي بتاعته بتبقى ايه مش قد كده. يعني ايه الكواليتي بتاعته؟ يعني الريزستيفيتي والايه والدايلكتريك سترينث. يستحمل ماكسيمم الكتريك فيلد قد ايه وبيليك قد ايه الريزيديوال ريزيستنس بتاعته. اوكي. النوع الثاني من الاوكسايد اللي هو مستعمل فور الجيت اوكسايد ده هنا من ايه
بنرفع درجة حرارة الفرن لدرجة حرارة أعلى، المفروض إن إيه الأكسجين اللي موجود بمرر أكسجين نقي نقي جدا، وإيه ومفيش أي إيه أي H2، مفيش أي هيدروجين، O2 only. برفع درجة الحرارة ل 1200، وده المفروض بيديني البيست كواليتي، البيست كواليتي بتاعت الايه بتاعت السيليكون دايوكسيد. اوكي، ممكن ان احنا نرسب ايه، ممكن ان احنا نأكسد السيليكون ونكون لايرز اوف سينوكسايد للجيتس وسيكوكسايدز. سيكوكسايدز هتبقى ايه؟ هتبقى 100 مثلا 100 ايه 100 مايكرون مثلا 10 مايكرون something like. يعني سوري 100 هتبقى حاجه زي في البروسيسز الجديده هتبقى حاجه زي 100 نانو 200 نانو something like this. اوكي، much greater عن الايه عن اللي موجوده في الجيت. ممكن ان انا ارسب 1 layer، يعني دي طريقتين للايه للاكسده. هل دول الطرق الوحيده؟ لا، تكنولوجي موجوده، التكنولوجي بتاعت السيمي كوندكتور is very well developed, very well developed حقيقة قوية جدا. ممكن ترسب 1 atomic layer، بس atomic layer واحدة، ترسب 1 atomic layer over the silicon أو 2 atomic layers بالعدد كده. اوكي، الجماعة بتوع الايه بتوع البروسيسنج عملوا دراسات قوية هنا وقدروا ان هم يوصلوا الى هذا الايه الليفل ده، بنسميه atomic layer deposition. اتوميك لاير ديبوزيشن. اتوميك لاير ديبوزيشن اللي عايز يعرف اكتر من عنه يقرا يرجع للايه لللينك. اوكي، الاكسديشن بيتم ازاي؟ الاكسديشن بيتم بان انا بعرض سطح السيليكون، ده سطح السيليكون اهو، ده زيرو زيرو ايه زيرو هايت، الريفرنس بتاع زيرو هايت اهو، وبعدين اسقطت عليه او مررت عليه عرضته لاكسجين عند درجه حراره عاليه، الاكسجين هيبتدي يتحد مع السيليكون ويكون سيليكون دايوكسيد. وبتتكون ايه؟ يبتدي الاكسجين يتحد مع السيليكون وياكل من الايه؟ ياكل من السيليكون. هكون اس اي او 2، السيليكون جاي، الاس اي ده جاي منين؟ جاي من السيليكون. هياكل منه. لو انا عايز ان انا ابني لاير من السيليكون دايوكسيد اوف سيكنس اهي تي اوكس، يبقى سطح السيليكون اللي كان هنا اتاكل منه جزء، بقى ده سطح السيليكون الجديد، والمسافه اللي متظلله دي كلها دي ايه؟ بقت سيليكون دايوكسيد. اوكي، يبقى اذا الاكسجين بيأكسد السطح وبياكل السطح، والسطح بايه بينزل. وكل ما اتعرض الايه السيليكون لفتره اطول من الايه من عمليه الاكسده دي، كل ما السطح يتاكل. يتاكل قد ايه؟ عمليه بسيطه قوي. بص، العمليه البسيطه هي ايه؟ انت لو تاخد هنا اهو يونت سيرفيس اريا، افترض ان دي هي اليونت سيرفيس اريا، افترض ان دي 1 سنتي في 1 سنتي. اوكي، يبقى انت عايز تقول ايه بقى دلوقتي؟ عايز تقول ان الواحد سنتي في واحد سنتي اوف السيليكون دايوكسيد اهم دول فيهم كذا ذره سيليكون. احنا نعرف عدد الذرات الموجوده بير يونت فوليوم اوف اني ماتيريال. عندك ماتيريال ممكن تعرف عدد الذرات اللي موجوده فيها بير يونت فوليوم. عمليه بسيطه، احنا عارفين ان الموليكولر ويت في الافوجادروز نمبر، يبقى مثلا الاكسجين الموليكولر ويت بتاعه 16 في الافوجادرو نمبر، يبقى الجرام فيه كذا اتوم، وعندي الكثافه بتاعت الاكسجين اقدر اطلع الايه كم اتوم في الايه في وحده الحجوم. تمام، اللي احنا بنقوله ده يبقى ممكن اعمل العمليه دي للسيليكون دايوكسيد، وممكن اعملها للسيليكون. طب ممكن تعملها. طيب يبقى انت بتقول ايه بقى دلوقتي؟ بتقول ان ذرات الاكسجين الموجوده في الحجم ده هي نفسها ذرات السيليكون الموجوده في الحجم ده
هي نفسها ذرات السيليكون اللي اتاكلت من الايه؟ من الحته اللي تحت دي اللي اتاكلت من السيليكون. مش اللي هو اللي كان موجود في الحته اللي تحت دي. اللي كان موجود هنا. مش هو اللي كون الاوكسيد ده؟ من السيليكون؟ اللي كان موجود هنا في السيليكون من السيليكون من ذرات السيليكون هو اللي كون الحجم ده؟ من السيليكون دايوكسيد؟ اوكي؟ يبقى انا لو عندي عدد ذرات الايه؟ عدد ذرات السيليكون لوحده الحجوم من السيليكون اساوي الاثنين. هقول ان عدد ذرات السيليكون الموجوده في تي اوكس او في اكس اوكس هو عدد ذرات السيليكون اللي موجود في الايه؟ في المسافه اللي اتاكلت من السيليكون. هو نفسه. وانت عارف كثافه الذرات هنا وكثافه الذرات هنا بير يونت فوليوم، يبقى ممكن انك انت تطلع الايه؟ تطلع هاو ماتش اوف ذا سيليكون اتاكل علشان تبني ايه؟ اكس اوكس. طبعا هيبقوا متناسبين. الحسبه دي ما بتعملها بيطلع الحسبه دي محتاجه لايه؟ محتاجه الموليكولار ويت بتاع السيليكون دايوكسيد وبتاع السيليكون والدنس بتاع السيليكون دايوكسيد وبتاع الايه؟ بتاع السيليكون. يطلع ان الثيكنس ده 0.44 تي اوكس. يعني لو انت عايز تبني اوكسايد هنا 1 مايكرون يبقى انت هتستهلك 0.44 مايكرون من السيليكون. يبقى اذا السيليكون هياكل سطح الايه؟ الاوكسيديشن. هياكل السطح، هياكله بنسبه قد ايه؟ هياكله بنسبه 0.44% من الايه؟ من الاوكسايد ثيكنس اللي انت كونته. يبقى انت لو بتعمل عمليه اوكسيديشن سطح السيليكون هيشفت داون. لو بتعمل عمليه اوكسيديشن في مكان ومكان لا، يبقى لو انت بتعمل عمليه اوكسيديشن هنا بس دي بنسميها لوكال اوكسيديشن، ايه اللي هيحصل؟ سطح السيليكون هنا هيبقى مرتفع وسطح السيليكون هنا حصل له ايه؟ نزل لتحت. اوكي؟ يبقى اذا بعد عمليه الاوكسيديشن اللوكال، لو بتعمل اوكسيديشن على كل الويفر مفيش مشكله، لو بتعمل عمليه اوكسيديشن لوكال هيبقى السطح السيليكون ايه؟ بقى فيه ايه؟ تضاريس. ماشي الحال؟ طيب هنا بنتكلم برضو تاني على الايه؟ على اللوكال، على اللوكال اوكسيديشن. هنشوف ان اللوكال اوكسيديشن مهم لما هنيجي نشبك الخطوات التصنيع ونبني البروسيس بتاعتنا. احنا عايزين نعمل ايه؟ ان توتال، ان توتال احنا عايزين ايه؟ عايزين نشبك حلقات تصنيع السي موس بروسيس، ديجيتال سي موس بروسيس. ده اللي انا عايزه. عايز اشبك حلقات، ابني حلقات فيري سمبل سي موس بروسيس. اوكي؟ ده اللي احنا عايزين نعمله. اوكي؟ احنا دلوقتي هنا في الشابتر ده واخدين حلقه واحده. اوكي؟ لما نفهم الحلقه الواحده هبتدي اشبك الحلقات دي واعمل بروسس. بروسس زي اللي موجوده في المصنع؟ لا مش زيها، مش هتكلم على 25 ماسك. هتكلم على 6 ماسك 8 ماسك حاجه زي كده، حاجه بسيطه. تمام؟ بس يبقى في عندك الايه؟ المفهوم بتاع الايه؟ بتاع ايه هي البروسس وازاي اعمل لاي اوت يوزنج ايه؟ يوزنج ا بروسس معينه. اتفضل. حضرتك بتقول ان السيليكون اوكسيديشن بياكل من السيليكون. السلايد ديت اللي قبليها السيليكون كبر، لما دخل فيه اوكسيديشن الحجم بتاعه كبر. كبر ازاي يا باشمهندس؟ بص السيليكون كان سطحه هنا عند الصفر اهو، ده سطح السيليكون. ده السيليكون دايوكسيد المظلل، ده سيليكون دايوكسيد. الحجم كده ازاي صح؟ مش ده الاوكسيد. الاوكسيد فيه سيليكون وفيه سيليكون دايوكسيد، فيه سيليكون واكسجين. اوكي؟ عدد ذرات السيليكون، عدد ذرات السيليكون الايه؟ عدد ذرات السيليكون اللي في السيليكون ده اللي في وحده الحجوم من سيليكون دايوكسيد اقل من عدد ذرات السيليكون اللي في السيليكون. واضح طبعا. نعم؟ انت حطيت جنب كل ذره سيليكون حطيت ذرتين اكسجين.
في عدد ذرات الايه، عدد ذرات السيليكون اللي في وحده الحجوم من السيليكون دايوكسيد اقل من ايه، من عدد ذرات السيليكون اللي في الايه، اللي في السيليكون البيور. اوكي، يبقى انا لو ايه، لو زي ما حسبنا هنا، لو انا خدت الايه ذرات السيليكون اللي كانت هنا، بص ده الصفر اهو، ذرات السيليكون اللي كانت هنا اللي هي كانت تحت الصفر لعمق سميه تي، هذه الذرات اتحدت مع الاكسجين وكونوا الايه الارتفاع ده كله، ده اس اي او 2 وده ستيل ايه اس اي، وده الاوريجينال ايه، ده الاوريجينال سيليكون سيرفيس. ده الاوريجينال سيليكون سيرفيس، ده الاوريجينال سيليكون سيرفيس او منقط ده، والمنطقه دي اللي هي كانت سيليكون التاكل، تاكل وعمل ايه، وعمل سيليكون دايوكسيد. حجم السيليكون دايوكسيد اكبر من حجم السيليكون الاصلي طبعا، انت حطيت قدام كل ذره سيليكون حطيت ذرتين اكسجين فحجمه اكبر طبعا. نعم، ما احنا قلنا يا مصطفى، مش قلنا ان لو السمك ده اكس اوكس يبقى ممكن اثبت ان السيليكون اللي اتاكل هو 0.44 اكس اوكس. تمام، اوكي، مش قلنا ان ايه، ان بص خد الفوليوم ده، مش ده الفوليوم اللي كان سيليكون وتحول لسيليكون دايوكسيد. اوكي، الفوليوم ده فيه ذرات سيليكون، كم ذره سيليكون؟ الفوليوم اللي هو الارتفاع في المساحة، قلنا وحدة المساحات، يبقى الارتفاع في وحدة المساحات في كثافة الايه، النمبر اوف، في كثافة النمبر اوف سيليكون اتومز بير يونت ايه، بير يونت فوليوم في السيليكون، هو نفس العدد ده، هو نفسه اللي موجود في المنطقة دي كلها. اوكي، الاكسديشن بيتم خطوة خطوة، يعني انا جيت عند اكس بتساوي صفر وايه، وعملت كونت الاوكسايد عند صفر، السطح السيليكون نزل سنه وبعدين سنه ثانيه وسنه ثالثه ورابعه وهكذا. اوكي، يبقى اذا عدد ذرات السيليكون اللي موجوده في السيليكون دايوكسيد كلها دي هو نفس العدد اللي موجود في المسافه الصغيره اللي تحت اللي تكلف من السيليكون. حسبه بسيطه، اكتب المعادله دي بس وايه واثبتها، هطلبك انك تثبتها. ماشي، ده اللوكال اوكسيديشن. اللوكال اوكسيديشن عايز اعمل اوكسيديشن في مكان ومكان لا، ليه؟ هنشوف، عمليه مهمه في الايه، عمليه مهمه اما نربط الايه، اما نربط خطوات التصنيع مع بعض هتبان اهميتها. اوكي، العمليه دي بنسميها لوكس، لوكال اوكسيديشن اوف سيليكون، لوكال اوكسيديشن اوف سيليكون لوكس. اوكي، انت بتيجي هنا وبتعرض سطح السيليكون، عايز تعرضه لايه، لاوكسيديشن، والحته دي مش عايز تعرضها لاوكسيديشن، عايز تعمل اوكسيديشن في مكان ومكان لا، بتيجي على المكان اللي انت مش عايزه يتاكسد وبتغطيه بماده. بص انت ايه اللي حاصل عندك لو تفكر فيها شويه كده، هتلاقي ان ايه، بص ده الاكسيد موجود اهو والاكسجين موجود هنا، هل الاكسجين ده هيخترق، شايف الاسهم المترجه دي، هيخترق الاكسيد ده ويوصل لسطح السيليكون ويتاكسد مع سطح السيليكون اللي موجود دلوقتي؟ في السيليكون الماتيريال زي الالومنيوم مثلا، لو عندنا وعاء الومنيوم ولا حاجه زي كده وبيحصل له اوكسيديشن، لا، الاوكسايد لاير بتم اوكسايد لاير صغيره وتمنع نفاذ ايه، تمنع نفاذ مزيد من الايه، من الاكسجين اتوم، يبقى بتقف، تبص تلاقي الايه حله الالومنيوم ولا حاجه زي كده تطوس، تحكها تشيل الايه تطويس وترجع تشوف الايه الالومنيوم الايه اللامع تاني وهكذا. اوكي، حاجه زي الحديد تلاقي لا، ده الحديد اما بيتاكسد
وتسيبه تلاقي الاكسجين قاعد ينفس فيه وايه وياكل فيه، ولو سبته فتره طويله هتلاقي الحديد كله ايه صدى. صدى يعني ايه؟ يعني الاكسديشن ايه اخترقوا، وقال يخترقوا لغايه ما ياكلوا خالص، لغايه ما ياكلوا بالكامل. السيليكون زي الحديد، الاكسجين بيخترق السيليكون ويوصل للايه، يوصل لسطح السيليكون اللي موجود هنا. اوكي، احنا عايزينه ما يوصلش في اماكن، فهذه الاماكن بغطيها بماده بنسميها سيليكون نايترايد. اه سيليكون نايترايد، سيليكون نايترايد ده اللي هو سيليكون نايترايد ده التركيب الكيميائي بتاعه S3N4. سيليكون نايترايد، سيليكون نايترايد ما بيسمحش للاكسجين ان هو يخترقه خالص. اوكي، يبقى اذا لما تعرض المجموعه دي للايه لل اوكي، وما حاجه يعني للباترن بتاعي، هشيل الايه، هشيل الفوتو ريزيست من هنا وهنا مش هيتشال، ويظل سطح الايه، سطح السيليكون اللي هنا مغطى بالايه، بالسيليكون نايترايد. لما عرضهم بقى للايه، لما عرض المجموعه دي للاكسده يبتدي الاكسيد يهمه هنا وهنا لا، بعد شويه الاكسيد بايه نما هنا اكتر، وسطح السيليكون هنا نزل لتحت اهو، وسطح السيليكون هنا لازال على مكان عليه. بعد كده حاجه اشيل السيليكون نايترايد ده اللي انا كنت مستعمله كحاجب او حائل لنفاذ ذرات الاكسجين لسطح السيليكون، انا كنت مستعمله لهذا، عايز ان انا اكسد المنطقه دي، والمنطقه دي لا، المنطقه اللي لا غطيتها بالايه، بالسيليكون نايترايد، لان ده حائل بيمنع الاكسجين ان هو ينفذ من ايه، ينفذ من خلاله. اوكي، اما اجي اشيله هلاقي الايه، هلاقي الشكل اللي قدامي ده. لاحظ ايه اللي حصل هنا ده، ايه اللي حصل ده، انت بتاكسد كده بس في مانع لذرات الاكسجين ان هي تنفذ من تحت الحائل ده، درجه الحراره عاليه وعندك ذرات اكسجين، وذرات الاكسجين بتنفذ راسي، طب ممكن تديفيوز او تنتقل لاترال من تحت الماسك. ممكن تديفيوز وتنتقل لاترال، تعمل حاجه بهذا الشكل. ويبقى الشكل النهائي اللي عندي هنا هو بالشكل ده. صحيح، الحته دي ايه ما فيش فيها اوكسيديشن، والحته دي تم فيها الاوكسيديشن، بس النقله ما بينهم ما تمتش صح. انا كنت عايز اعمل النقله ايه، انا كنت عايز اعمل النقله ايه، هنا اوكسايد وهنا ما فيش، ده الماسك اللي عندي. يعني ايه؟ يعني يبقى في عندي هنا اوكسايد وبعدين ستيب. يعني كنت عايز تعمل ايه؟ كنت عايز هنا هو بالشكل ده، وبعدين اطلع ستيب هنا هو بالشكل ده، كنت عايزها تبقى ستيب فانكشن كده. كنت عايزها تبقى ايه؟ ستيب كده، ما طلعش ستيب كده. الاكسجين حصل ايه؟ حصل حاجه بنسميها لاترال اوكسيديشن. انت كنت عايز الاكسيديشن يتم فيرتيكال، انما انت هتقدر انك انت ذرات الاكسجين نفذت لتحت اهي، تقدر تمنعها ان هي ايه توكسيدايز لاترال، مش هقدر. حصل لاترال ايه؟ ده خطا في التصنيع، خطا في التصنيع. ممكن يعمل مشكله، ممكن يعمل مشكله كبيره. افترض انك انت عندك هنا عايز توكسيدايز هنا، وعندك منطقه ثانيه هنا اهي، وده السيليكون نايترايد اللي ما بينهم، والاوكسايد ده زحف من تحت كده، زحف من تحت الماسك من اليمين، وزحف من تحت الماسك صغير، وعايز تعمل اوكسيديشن هنا واوكسيديشن هنا، الاوكسيديشن زحف من ايه؟ من الشمال واليمين. لو الزحف ده كان كبير ممكن ايه؟
ممكن يلغي المنطقة اللي في النص دي يلغيها خالص. يعني حصل زحف هنا من الايه من الشمال لليمين، لو في منطقة زيها كنت عايزها اوكسيدايزت هنا وزحفت هي كمان كده، ممكن المنطقة دي كلها ايه يتم اوكسيديشن تحتها نتيجة للزحف، نتيجة لللاترال اوكسيديشن. يبقى اللاترال اوكسيديشن از انذر سورس اوف ايرور في التصنيع. احنا عددنا عدد من الايرورز في التصنيع نتيجة للباتن ترانسفير، والاوكسيديشن ايضا ثيرمال اوكسيديشن ممكن يعمل لاترال ايه لاترال اوكسيديشن. اللاترال اوكسيديشن ده بنسميه لاترال اوكسيديشن اهو، اوكي. بيقول لك هاي ليميت الدنسيتي اوف انتجريشن، ما اقدرش ان انا اصغر المسافه دي عن حد معين. المسافه دي اللي هي المسافه ده ايه اللي هي المسافه بتاعه الماسك دي، لو صغرتها عن حد معين اللاترال اوكسيديشن اللي مع الشمال واللي على اليمين هيوصلوا لبعض، اوكي، ويحصل ايه، والمنطقه اللي انت كنت عايزها ما يحصلش فيها اوكسيديشن هيحصل فيها اوكسيديشن. الشكل ده بيسموه بيرز بيك مش بيك اللي هي ماكسيمم، دي بيرز بيك وبيك. بيك اللي هو منقار الطائر، بيك اللي هو منقار الطائر، بيك اللي هو الماكسيمم، كيف ما نخلطش ما بينها. دي البيرز بيك اللي هي منقار الايه منقار الطائر، عامل زي منقار الطائر، اوكي. الايرور ده هنشوف ازاي نتعامل معاه ليتر اون بطريقه ايه بطريقه افضل، اوكي. طيب انا هقف هنا ونكمل الايه ونكمل المحاضره الجايه. احنا كده خلصنا الاكسيديشن، هننتقل في الخطوه الجايه للايه لللاير ديبوزيشن، اوكي.